تحت رعاية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أطلق معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الختمة الصوتية لمصحف البحرين لثلاثة قراء بحرينيين متميزين في حفل خاص أقامه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بهذه المناسبة عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس والقراء المشاركين في الختمة ولجنة المراجعة وعدد من القائمين على هذا المشروع والمشاركين فيه. ورفع معاليه أسماء آيات الشكر والتقدير إلى صاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله على رعايته السامية للحفل وأمره الكريم بالعمل على إنجاز هذه الختمة الصوتية وإطلاقها قبل شهر رمضان المبارك ضمن مساعي المجلس المستمرة والمتواصلة في خدمة القرآن الكريم والعناية بالمصحف الشريف ورعاية حفاظه وقرائه، مؤكدا أن المجلس اعتنى بتسجيل هذه الختمات الصوتية بأفضل تقنيات التسجيل ومن ثم خضعت لمراجعة دقيقة من قبل عدد من لجان المراجعة والمراجعين. وأشار معاليه إلى أن إنجاز هذه الختمات الصوتية يعد منجزا آخر من منجزات مشروع مصحف البحرين الكبير الذي بدأ بطباعة المصحف الشريف في العام 2013 بأمر من صاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله ووزع داخل مملكة البحرين وخارجها.